نعم طلع فيك بلكي لأنه عشقان؟ أنا حاسة إنه الأمور عم تمشي بسرعة بيناتكم. لك أنت شو بعد بدك تعملي فيي؟ بدك تقتليني ولا شو؟ خلصت من بنتها. مش قادرة أسيطر عليها بقى. رح قلها فارس عنها. صار دور فارس. فارس لعني، فارس نحس. لارا مع شو تجننيني بقى؟ بدي هبط الدنيا على راسي. الجزء الثاني من ما فيي. أنت عرفت إنه ابنك بيع المعمل اليوم؟ عرفت. وعرفت مين اللي اشتراه؟ يومياً ما عدا الخميس والسبت بعد الأخبار على الـ MTV.